تتواصل فعاليات أسبوع الفن البحريني التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة كبار الشخصيات مع 15 فنانا وفنانة من مملكة البحرين، حيث ناقش الفنانون دور الفن والثقافة في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وكيفية تسويق فنون الشرق الأوسط إلى العالمية. نشاط واسع للفنانين التشكيليين من مملكة البحرين بالمشاركة في منتدى الاستثمار في الفن ضمن أسبوع الفن البحريني بالمملكة المتحدة. المنتدى الذي ضم خبراء في التسويق من صالات مزادات الفنون العالمية يبين الفرص المتاحة لفناني البحرين والعالم للاستثمار في لوحاتهم وكيفية الدفع بفنون الشرق الأوسط إلى العالمية. The business of art is therefore becomes extremely important. الاستثمار في الفن شيء مهم جدا لأنه يدعم اقتصاد الدول ويفتح المجال أمام الفنانين للتعرف على منصات للتسويق ما يدفع عجلة التنمية. It sounds to me as if it's a very promising. يبدو لي أن لفناني البحرين مستقبل واعد يظهر من حشد طاقاتهم للوصول بفنهم إلى العالمية وأتطلع إلى مستقبل جيد لفنهم. مثل هذا التسويق يعني بصراحة يعطينا دافع أن احنا كفنانين نشتغل في هذا المجال، ويعطي الدولة أن تستثمر في هذه الثقافة. الثقافة هي جزء من اقتصاد مرتبطة بالاقتصاد المحلية. نشوف الدول الأوروبية دايما تعطي أهمية كبيرة للثقافة لأنها هي جزء كبير من الاقتصاد. خبراء الفنون في بريطانيا أشادوا بالجهات الحكومية البحرينية الداعمة للفنانين وبينوا المواصفات التي تتوفر في الأعمال الفنية لعرضها في المزادات ودور تسويق الفن في التعرف على تراث وحضارات الدول. انتشار لوحات الفنانين على إنستغرام وفيسبوك يروج أعمالهم لملايين المتابعين والاستمتاع بفنهم، وهذه منصة من منصات رئيسية للفنانين الشباب لتسويق فنهم إلى الجمهور العالمي. هذه النوع من الندوات يضيف إلى ثقافة الفنان، ثقافة اقتصادية نفتقدها حقيقة في ثقافتنا أو في مجتمعنا، فوجود مثل هاي النوعية من الخبراء في مجال التسويق الاقتصادي بالنسبة للفنان جدا مهم. في سوق شديد المنافسة خصوصا من شرق آسيا وجنوب أمريكا والغرب بشكل عام، يجد الفنان العربي صعوبة بالغة للوصول إلى العالمية وتسويق أعماله بالصورة المشرفة والكافية لطموحه. ويأتي أسبوع الفن البحريني في بريطانيا في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى أن فنون الشرق الأوسط كنشاط تجاري نمت نموا بارزا، فبحلول عام 2010 تضاعفت أعداد محب اقتناء الفنون الشرق الأوسطية على وجه الخصوص. تواصل من أجل الترويج للفن في مملكة البحرين مع خبراء صناعة وتسويق الفنون في بريطانيا في ظل التوجه العالمي السائد بأهمية دور الفن الحديث في دعم اقتصاد الدول الراعية للفن. عبد جمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.